اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده على قناه عالم عمر. في فيديو جديد هنتكلم النهارده عن تشوف ولا ما تشوفش مسرحيه بودي جارد لعادل امام من غير ما احرق لك اي حاجه. من زمان الناس مستنياها، كانت بتتعرض من سنة 99 لحد سنة 2010. يمكن دي من أطول المدد لأي مسرحية في العالم العربي إنها تتعرض كل السنين دي، حوالي 11 سنة. والغريب إن من أول ما انتهى عرضها في 2010 لحد النهاردة في 2021 ما كانتش اتعرضت خالص، يعني قعدت 11 سنة تانيين محدش عارف إيه اللي جرى فيها غير اللي كان شافها بنفسه. الإجابة السريعة تشوفها ولا ما تشوفهاش؟ It depends. المسرحية كجرعة ضحك وكوميديا مش واو، مش احسن حاجه عملها عادل امام على الاطلاق، وان كانت واخده من عناصر كتير مختلفه في مسرحياته القديمه. يعني هتلاقي فيها حته كده تفكرك بادائه في مدرسه المشاغبين، هتلاقي مشاهد بتفكرك بحاجات حصلت في شاهد ما شافش حاجه، وهتلاقي تشابه صوري في بعض السكتشات وبعض الانتراكشن بينه وبين الممثلين كان حصل في الواد سيد الشغال وحصل في مسرحيه الزعيم برضه. المسرحية دي لو كانت مثلت بأي حد تاني غير عادل إمام كان هتبقى سيئة للغاية. عادل إمام بينجح إن هو ياخد مسرحية فعلا فقيرة جدا في الكتابة ويخليها تتشاف ولو بصعوبة بس تتشاف. لو هنرتب كل مسرحيات عادل إمام سواء اللي كان بطل أوحد فيها أو في بداياته حتى، ما أعتقدش إن بودي جارد هتكون في الأوائل. هل دي معناه إنها سيئة جدا؟ لا، في مسرحيات أسوأ. هل ده معناه إنها من المسرحيات الواو اللي ما حصلتش أو اللي أنت ممكن ترشح لحد إن هو يشوفها؟ لا، انا ما اعتقدش. امتى انصح اي حد ان هو يتفرج على المسرحيه ديت؟ يمكن في حاله واحده، لو انت عايز تعرف الفتره الاجتماعيه او الثقافيه اللي كانت موجوده في اواخر التسعينات وفي اوائل الالفينات في مصر كان شكلها ايه، ممكن تتفرج على المسرحيه دي وقتها عشان تشوف الوضع ده. انا شايف نقطه ضعف المسرحيه الكبرى هو بحاله الكتابه. يعني انا هشيل الليله دي كلها ليوسف معاطي والناس بقى اللي وافقت على ان النص ده هو اللي يتعمل المسرحيه. انا شايف ان مقدار الصرف اللي باين في الشغل بتاع المسرحيه سواء في اللبس او في الديكور او كده كان ممكن يتصرف على نص افضل بكتير. انا متخيل النص ده يمكن من أسوأ الحاجات اللي كتبها يوسف معطي. في ممثلين كانوا موجودين جوه المسرحيه انا متخيل ان كان ممكن يتم استغلالهم بصوره افضل من كده، ومتخيل ان في ناس من الممثلين دول بيتفرجوا النهارده على المسرحيه دي بعد ما نزلت النهارده وبتقول يا سلام لو كانت نزلت قبل كده. يبقى نلخص الموضوع تاني، مسرحية مش واو، خش بتوقعات قليلة جدا. لو انت عايز تشوف اخر مسرحية لعادل امام اوكي جو اهيد، لو انت عايز تعرف الحالة الفنية في اواخر التسعينات واول الالفينات كانت شكلها ايه اوكي جو اهيد واتفرج. لكن هل انت بتدور على الضحك؟ هل انت بتدور على قيمة فنية كبيرة؟ صعب تلاقي دوت هنا. هتضحك شوية، هتضحك شوية بصوت قد كده، لكن معظم المسرحية مش هتبقى قاعد بتضحك. قولوا انتوا كمان رايكم في المسرحيه دي لو كنتوا شفتوها، قولوا رايكم عموما في مسرحيه عادل امام. لو دي اول مره على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، لايك، شير الفيديو، حسنا الكومنتات بتاعتكم. اشوفكم على خير.